استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الاجتماع 64 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من اتحاد غرف الإمارات. نوقش خلاله مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي ودعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والتي تشهدها دول المجلس. المزيد في سياق التقرير التالي. ترسيخاً لأسس التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتمكيناً ودعماً للقطاع الخاص، احتضنت إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع الدورة 64 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين. اتحاد الغرف الخليجية طبعاً هذه الاجتماعات الاعتيادية الدورية والمواضيع مواضيع إجرائية، وطبعا هناك كثير من المحاور اللي نتكلم فيها عن كثير من الأمور التحديات والمقترحات اللي تصب في 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 عمل اتحاد الغرف الخليجية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وشهد الاجتماع الذي حضره أعضاء اتحادات وغرف دول المجلس مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص في دول التعاون الخليجي كتوجهات الاتحاد المستقبلية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. كل الاجتماعات تصب في السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي، لأن عندما نطور العمل البيني ما بيننا نحن نقوي هذا الاقتصاد، نقوي القطاع الخاص، فتكون الشراكة أكبر، والسوق الخليجية كلها سوق واحد، سوق واعد، كثير من الفرص موجودة بتكاملنا مع تكاملنا مع بعض كأشقاء. أعتقد نحن سوف نعزز دورنا وقوتنا كاقتصاد وكقطاع خاص على المستوى العالمي. احنا حقيقة سعداء اليوم حضورنا للشارجة اجتماع اتحاد الغرف الخليجية، اجتماع حقيقة كان مثمر، وبعض القوانين او القرارات اللي كانت متأخرة تم اتفاق عليها بإجماع، والقوانين من القرارات المهمة تعيين الأمين العام. وأكد أعضاء اتحاد غرف المجلس في اجتماعهم على ضرورة تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية بغية مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يأتي اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بدورته 64 لضمان اقتصاد خليجي مستدام وبهدف مواجهة التغيرات الاقتصادية الدولية من خلال السعي لزيادة فرص التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز القطاع الاقتصادي المتكامل فيما بينها. رشا إبراهيم لتلفزيون البحرين الشارقة.